سيف علي خان اسمه الحقيقي هو ساجد علي خان، ولد في 16 أغسطس 1970 بنيو دلهي الهند، وهو ممثل هندي في أفلام بوليود. ينحدر من عائلة مسلمة، وهو ابن منصور علي خان والممثلة شارميلا طاغور، ولديه شقيقتان الممثلة صبا علي خان وسهى علي خان. هنا سيف علي خان وهو طفل مع والدته الممثلة شارميلا طاغور، وهنا صورة طفولة سيف علي خان مع والدته وشقيقتيه. عنده سهى علي خان، هنا سيف علي خان مع والده حاكم بتودي، وهنا شارميلا طاغور والدة سيف علي خان ممثلة معروفة، وهنا شارميلا طاغور والدته مع شقيقته سهى علي خان، وهنا سهى علي خان شقيقة سيف علي خان وأخته الكبرى، ودي العيلة بتاعته، صور جميلة عائلية كلهم باللبس الهندي. سيف علي خان هو الوريث لهتشبس في كل من البيوت المالكة في بوبال وباتودي، والجدير بالذكر أنه كان متزوج من الممثلة المشهورة أمريتا سينج، وقد دام زواجهما طيلة 15 سنة قبل أن ينفصل عن بعضهما البعض بعد أن رزقا بالطفلين سارة وإبراهيم. دي أمريتا علي سينج زوجته الأولى، قعد متجوزها 15 سنة وبعد كده انفصل. هنا بعد تقدم السن شوية، دي أمريتا علي سينج، وهنا سيف علي خان مع أمريتا سينج وولاده سارة وإبراهيم. هنا زوجة سيف علي خان الأولى وأخته وبنته الكبرى سارة، وهنا سيف علي خان مع أمريتا سينج. تزوج سيف علي خان بعد ذلك بالممثلة الأكثر شهرة كارينا كابور في عام 2012، ولديهما ابن اسمه تيمور علي خان. دي كارينا كابور الممثلة الأكثر شهرة في الهند، دي زوجته الثانية اللي هي زوجته الحالية كارينا كابور. وهنا زوجته الأولى اللي على اليمين أمريتا، والتانية على الشمال كارينا كابور. مين أحلى فيهم؟ شاركونا في التعليقات. الاتنين بصراحة أجمل من بعض. هنا مع بنته الكبرى سارة، عنده سارة وإبراهيم وتيمور، وهنشوف مفاجأة عن تيمور دلوقتي. أنا مع كارينا كابور من أشهر الممثلات في الهند. أنا سيف علي خان بيقبل الرأس كاريشما كابور أخت زوجته كارينا كابور في حفل عيد ميلاده. وهذه صور تانية لأمريتا وكارينا كابور وسيف علي خان. من ناحية أخرى، تحدث النجم الهندي الكبير سيف علي خان مؤخرا عن الجدل المتعلق باسم ابنه تيمور، وأكد خان أنه لا يصح أن نحكم على الماضي من خلال عدسة اليوم، فأي اسم مهما كان لا يعني أي شيء في الواقع. وأشار خان في لقاء صحفي أن اسم تيمور لا يعدو أنه مجرد اسم لطيف ولا يحمل أي دلالات سياسية، بعيدا عن كونه يرجع لقائد الحكم المغولي التركي الذي ربما كان عنيفا. وأضاف زوج الممثلة كارينا كابور أن أحد أبناء هذا الإمبراطور كان يدعى شاروخ، وإذا ما أخذنا بنفس الفهم سنصل حتما إلى تغيير أسماء الجميع، حتى مطار كلكتة سنحتاج لتغييره. وفي حواره شرح سيف العداء للإسلاموفوبيا قائلا:
أنا على علم أن هناك قدر معين من الخوف من الإسلام في العالم اليوم، لكن لا يمكنني تسمية ابني ألكسندر أو رام، لذلك لماذا لا يحمل اسما مسلما لطيفا ونقوم بتربيته على القيم العلمانية؟ وكان النجم سيف علي خان قد رزق بنجله الأول من زوجته النجمة كارينا كابور في منتصف ديسمبر 2016 وأطلق عليه اسم تيمور. وصرح نجم بوليوود سيف علي خان في إحدى المقابلات الصحفية عن أسباب عدم عمله مع زوجته النجمة كارينا كابور، بالقول أن العمل مع الغرباء هو أكثر إثارة للاهتمام للجمهور وأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا، إنها مهنة أنانية. عندما يقوم الرجال بالتصوير مع الفتيات يكونون في بعض الأحيان أكثر قلقًا بشأن عضلاتهم ثلاثية الرؤوس وكيف يبدو شعرهم. هذا هو السبب في كون الأزواج الحقيقيين في بعض الأحيان أقل إثارة للاهتمام. وكان جمهور سيف وكارينا قد تساءل مرات عديدة لماذا لا يعملان معا في أعمال سينمائية جديدة بعد مرور 6 سنوات على آخر فيلم لهما، رغم أنهما عملا معا في السابق في 5 أفلام. هنا سيف علي خان مع صديقته الإيطالية السابقة. ودي صور متفرقة لسيف علي خان بمراحل حياته مع كارينا كابور. الناس قالوا له ليه بتسمي ابنك تيمور مع انه معروف انه عنيف، والناس فاكرة الاسم دوت ذكريات قاسية وعنيفة مصحوبة بالدم، فقال لهم أنا ما ينفعش أسمي ابني ألكسندر ولا رام بأسماء تحمل معاني مسيحية أو رموزية، أنا بقول دي صور متفرقة من حياته. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار. شكرا.